وللحديث عن فشل السلطات الحكومية في التعامل مع وفرة الأمطار والسيول التي اجتاحت عدة مناطق في العراق، معنا من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بكم وبمشاهديكم الأكارم. إذن بعد ما جرى قبل عدة أيام، العاصمة بغداد وعدة محافظات في حالة استنفار وتأهب تحسبا لموجة أمطار جديدة، كيف تقرؤون الاستعدادات الحكومية في ضوء البنية التحتية المتردية وفي ضوء ما جرى في المرات السابقة من غرق الشوارع؟ في كل بلدان العالم تعتبر مياه الأمطار فرصة طيبة لهم لاستخدامها واستثمارها بشكل صحيح، وتوضع لها البرامج الخاصة والبنى التحتية الخاصة والتقنيات الخاصة، حتى أنها تسمى حصاد مياه الأمطار، بمعنى أنها خيرات يجب أن يستفاد منها المواطن على تلك الأرض. إلا في العراق، في العراق هذا الاستنفار ليس حرصا على المواطن، لكن الأجهزة تستنفر لأنها تعلم مسبقا أنه البنى التحتية غير قادرة على استيعاب هذه الأمطار، ولا تتوفر خدمات إلى المواطن، ولم تعمل هذه الحكومة على تطوير أي من البنى التحتية الخاصة بهذا المجال، بعدما قام الغزو الأمريكي بتدمير كافة البنى التحتية خصوصا مجاري المياه وغيرها، ولم تقم أي حكومة من الحكومات الاحتلال المتعاقمة بتطوير هذا المجال. فبالتأكيد يستنفرون، ولكن البنى التحتية غير قادرة لأنها لم يتم تطويرها ولا يتم بناء أي وحدة جديدة، وحتى يعني هناك مشاريع لمجاري المياه لم تأخذ بالحسبان فيها النمو السكاني في تلك المنطقة، فبالتالي هناك يعني إهمال متعمد من قبل السلطات المتعاقبة للضرر بالعراقيين. نعم، طيب لماذا هذه الأمطار الغزيرة لا تتحول إلى نعمة، وخاصة أن البلاد في حاجة ماسة إليها نظرا لنقص المياه ومشكلة المياه المعروفة، بل تغرق المستشفيات والمراكز وحتى المباني الحكومية؟ ألا تفكر الحكومة في استثمارها؟ الحكومة غير معنية بعملية خدمة المواطن العراقي، غير معنية على الإطلاق، فبالتالي هي تتحول إلى نقمة هذه المياه، لأن تعطل الحياة العامة في المجتمع، تعطل النقل، الذهاب إلى المستشفى، العيش، العمل، كل الحياة تتعطل بهذا الوجود. أما الحكومة فهي بعيدة تماما عن هموم الشعب العراقي، ولا تفكر بأن تقدم أي خدمة من الخدمات، رغم يعني تكرار هذه في كل مطرح وفي كل موسم وفي كل حال، لكنها هناك إرادة يعني متعمدة في إهمال يعني إهمال الشعب العراقي وتعرضه للإيذاء بكل بالمطار، بغير المطار، بالحوادث العامة، بالحرائق، بأي مكان. هم لا يفكرون بخدمة الفرد العراقي، لأنه لا توجد هناك إرادة حكومية على خدمة المواطن. حتى تعويضات لا يحصل عليها العراقيون المتضررون من جراء هذه الفيضانات والأمطار الغزيرة التي تغرق محالهم التجارية ومنازلهم وكذا، ورغم أنه هناك انطباع عام حتى من الحكومة أن هناك تقصير. بالحقيقة هناك مسألة، التعويضات ترصد مبالغها كاملة بلجان تحقيقية مختصة من الوزارات أو من رئاسة الوزارة أو من أي جهة، ترصد الأموال وتصرف، ولكن لا تذهب إلى المتضرر، إنما تذهب إلى جيوب مكاتب الأحزاب اللي موجودة في هذه المؤسسة أو تلك، وتذهب إلى جيوب السياسيين، لا تذهب إلى المواطن. الأموال ترصد الآن، لو تأتي إلى مثلا الصرف المالي لوزارة المالية لهكذا حالات، موجودة القوائم وموجودة الأموال وموجودة قوائم الصرف، كل شيء موجود على الورق موجود، لكنه لا يصل إلى عملية الفساد التي تنخر بالمجتمع العراقي بدوائر الدولة في مؤسساتها في نظامها السياسي، هو السبب الأول الذي دمر الشعب العراقي، ومن ضمنها هي عملية التعويضات،
التعويضات تصرف ولكن لا تصل إلى المستفيد عن عمد من قبل السلطات الفاسدة والأحزاب التي هي تهيمن على هذه الوزارة أو تلك، لأن الوزارة هي حصة لهذه الكتلة السياسية، وهو مطلوب من الوزير أن يسلم الحصة مبلغ معين، وهذا المبلغ لا يأتي إلا من خلال هذه الأبواب أو من خلال عقود وهمية أو تعيينات وهمية أو مصاريف أخرى، فبالتالي الفساد هو سيد الموقف في هذا المكان. نعم، ولا تتوقع أستاذ عبد الله أن تقوم الحكومة بالعمل على مشاريع استراتيجية مثل بناء السدود أو محاولة الاستفادة من هذه الأمطار مستقبلاً في ضوء المعلومات الحالية؟ مستحيل، أن هذه لا توجد إرادة سياسية، لأنه تشكيل السلطة يأتي على أساس المحاصصة الحزبية، فالمحاصصة الحزبية والتوافقية على أساس المغانم لا يسمح بالشروع بخطط استراتيجية هامة مثل الاستفادة من الأمطار أو تطوير المجاري أو غيرها، أو ما يخدم المواطن العراقي، الطرق، المستشفيات، كل هذه تخضع إلى أن الأحزاب ليست لها إرادة وطنية أن تخدم المواطن، هي لم تأتي على أساس المواطن، جاءت على أساس المحاصصة الحزبية المقيتة مسمى تحت غطاء طائفي لمصالحهم الشخصية، ولا يعنيهم أمر الشعب العراقي أو خدمته أو كانت مشاريع استراتيجية مثل هذه المشاريع يراد لها ناس متخصصة، يراد لها ناس ذو كفاءة، ولا توجد لأي مرفق من مرافق الدولة الشخص الكفوء لأن يقدم. إذا وزارة المالية يأتي أو وزارة التخطيط يأتيها شخص ليس له علاقة بالتخطيط وليس له علاقة في المشاريع الاستراتيجية وليس له خبرة، يأتون بوزير فاسد أصلا ووزير شهادته مزورة. فيعني فكيف أنت تأتي وتقتنع أنه في المستقبل يأتي واحد يضع لك خطط استراتيجية خدمة إلى المواطن؟ الخطط إيراد ناس حريصة على الوطن، حريصة والأصحاب تقدم المسؤولية وتتحملها وتعمل الإنجاز. ألا تعني البلاد شيئا للميليشيات والأحزاب السياسية؟ أليس هم ممن يسكنون في هذه البلاد، وبالتالي يعني يكونوا ربما لديهم بعض الحرص على البنى التحتية، على بعض المشاريع التي يستفيد منها كل الناس؟ العراق يعنيهم الكثير بما يخدم إيران، لا بما يخدم الدول الأخرى أو أمريكا، لا يعنيهم العراق أنه يخدم خدمة للعراقيين، هم يعنيهم الهيمنة والسيطرة على العراق وعلى مفاصل الدولة في العراق وتسيير أمور العراق لمصلحة إيران وليس لمصلحة دولة أخرى. اليوم أنت إذا تضع أي مشروع عراقي يدعي أنك وطني، وهذه الوطنية اليوم أصبحت تهمة. اليوم أنت إذا ناديت بأي عمل لصالح المجتمع العراقي أنت تعتبر معادي لهم، معارض لهم. فهذه الإشكالية، هذول الناس، هذه المجموعة التي تحكم العراق من منظومة 2003، هذه منظومة فاسدة لا تخدم الشعب، وجاءت لضرب المقدرات الشعب العراقي وليس خدمته، وبالتالي لا يعنيهم شيء المجتمع العراقي والشعب العراقي ومستقبل العراقيين، لا يعنيهم بشيء انهم جاءوا لخدمه مخططات اجنبيه، خصوصا الان يعني فترات كثيره طويله يعني من حجم السلطه موجود هو لصالح ايران، خصوصا هذه الحكومه يعني ايرانيه صرفه 100%، كل ما يهمها يهم هو المشروع العراقي لصالح إيران وليس المشروع العراقي لصالح العراقيين. شكرا لك الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان.